ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل حسين عمر الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ حسين على شاشة أكسترا نيوز. ويعني حزب الشعب الجمهوري التركي وحزب معارض بالطبع رئيسه يعلق على واقعة رشوة حصلت ببلدة تابعة لحزب العدالة والتنمية. أيضا هناك انتقادات لاذعة لإردوغان بشكل عام بالسعي نحو توريط المعارضة في انقلاب وهمي، طبعا هذا بغية إبعاد النظر عن المشكلات الحقيقية التي تعاني منها تركيا. هل بالفعل تعتقد أن هناك من ينصب شركا للمعارضة التركية لتوريطها في شيء حتى لا يمكن أن تعارض الرئيس التركي فيما يفعله من سياسات؟ يعني الحقيقة حزب الشعب الجمهوري تأخر باتهام أردوغان بهذا الموضوع، لأن أردوغان ومنذ أكثر من عدة سنوات يقوم بفبركة الأخبار الكاذبة حول هذا الشعب خصوصا وحول المعارضة بشكل عام، لكن بقي حزب الشعب الجمهوري مستمعا أو لا يرد على اتهامات أردوغان، ظنا منه بأن الاتهامات هي موجهة فقط لحزب الشعوب الديمقراطية أو الأحزاب الثانية المعارضة داخل البرلمان وخارجها. لكن وصل الأمر إلى أن يكون الحزب هو الهدف الرئيسي في هذه الفترة، بعد أن استطاع أردوغان أن يضع أغلبية كوادر وقيادات حزب الشعوب الديمقراطية في السجون. أكثر من 20,000 من القيادات والكوادر الآن في سجون تركيا في سجون، وقد شارك حزب الشعب الجمهوري مع حزب العدالة والتنمية برفع الحصانة عن أولئك البرلمانيين الذين كانوا يقفون مع حزب الشعب الجمهوري. يعني أردت فقط أن أوضح بأن هذا الحزب بعد أن وصل إليه التهمة، بعد أن أدرك بأنه في دائرة الخطر، لذلك بدأ يوجه الاتهامات أو يحاول الدفاع عن نفسه أمام ما يفبرك له أردوغان. وأردوغان حقيقة ومجموعته المتآمرة، أستطيع القول كذلك، هؤلاء يستطيعون فعلا وضع حزب الشعب الجمهوري في دائرة الخطر في هذه الفترة من فترات الحكم داخل تركيا، لأن أردوغان يملك زمام الأمور، يملك حتى القضاء، حتى المؤسسات العسكرية والأمنية. لذلك لا يعني هناك خوف كبير على حزب الشعب الجمهوري إذا لم يستطع فعلا أن يدافع عن نفسه وأن ينزل إلى الشارع وأن يبين مخاطر وجود أردوغان في رئاسة تركيا. حقيقة سيكون هناك خطر عليه. طيب، إذا كانت المعارضة ليست بهذه القوة إلى الآن، ولكن هناك شيء آخر هو قوي جدا، حالة الاقتصاد التركي وفقد الليرة للكثير من قيمتها والديون التركية المتراكمة، يعني كل هذا له انعكاسه على الشارع التركي وعلى سياسات أردوغان. هل تعتقد سيد حسين أنه الشعب التركي سيتحمل كثيرا هذه العثرات الاقتصادية نتيجة طبعا سياسات اقتصادية خاطئة تتخذ من قبل الدولة في تركيا؟ يعني الشعب التركي حتى هذه اللحظة ليس هناك صوت عالي له بخصوص الوضع الاقتصادي، بالرغم من الحالة المزرية التي يعيشها أغلبية الشعب التركي الآن، وخاصة في القرى والأرياف البعيدة عن أنقرة واسطنبول، الذين يركز عليهم أردوغان بعمليته الاقتصادية إن كان كنا نستطيع تسميتها. لكن يبدو أن هناك بعض التململ داخل هذه يعني الفئة أكثر فقراً داخل المجتمع التركي، والتي تعرضت لانتكاسات متتالية جراء سياسة أردوغان الاقتصادية، وكذلك جراء وجود هذه الفئة الاحتكارية داخل إدارة أردوغان من صهره وزير المالية وحتى مجموعة البجع التي تتحكم بكل الأمور الاقتصادية داخل تركيا عامة. إذا كانت المعارضة وفي المقدمة منها حزب الشعب يعني الجمهوري يستطيع في هذه الفترة امساك زمام المبادرة، اعتقد بان اردوغان لن يكون له مستقبل في تركيا. حتى حزبه وحزب العدالة والتنمية سيكون في اسفل السافلين في فترة قريبة اذا استطاعت المعارضة تجميع قواها والوقوف في وجه هذا
بعبع أو هذا الأخطبوط الذي يتحكم بكل شيء في تركيا. لكن مع الأسف المعارضة التركية أيضا منقسمة، وهذا ما يفيد أردوغان ويستطيع الاستمرار في ما يريده وما يفرضه على الشعب. نعم الشعب نعم. الذي طيب بقي طيب. الآن في حالة أستاذ حسين. نعم نعم طبعا، يعني حزب الشعب الجمهوري التركي هو معارض يعني بشكل يمكن كلاسيكي أو تقليدي نعرفه منذ زمن، ولكن ماذا عن من انفصل عن حزب العدالة والتنمية وقرر إنشاء أحزاب أخرى تتمتع بنفس الأيديولوجية وهي منافسة في هذه الحالة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية؟ هؤلاء الأحزاب أحزاب جدد، يعني حديثو العهد، حزب التقدم لعلي باباجان وحزب السلام لداود أوغلو، حزبين جديدين ينضم إليهما الشعب التركي الآن. لكن البارز بينهم هو حزب علي باباجان بما له من إمكانيات وبما له من معرفة بخصوصيات الاقتصاد التركي، وله علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، وكذلك له يعني وجود شخصية كاريزمية داخل المجتمع التركي بعكس داود أوغلو الذي شارك أردوغان في الكثير من جرائمه في سوريا وفي بقية مناطق العالم. علي باباجان يمكن أن يكون منافسا لحزب أردوغان، لكن ليس الآن وإنما في فترة مقبلة إذا استطاع أن يلملم حوله ما تبقى أو من الذين بدأوا يتركون حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، وهناك بالآلاف الذين يتركون هذا الحزب في فترات متقطعة. حتى الآن منذ يعني 6 أشهر وحتى الآن هناك إحصائيات تقول أكثر من 350 ألف عضو ترك حزب أردوغان حتى هذه اللحظة، وهذه كمية ليست بقليلة لحزب هو في قيادة الدولة ويمسك بزمام الأمور. لذلك هناك أمل إذا استطاعت هذه الأحزاب بشكل عام، الجديدة منها والقديمة بغض النظر عن اختلافها في الرؤى والإيديولوجيات، أن تتفق على برنامج مشترك لمصلحة الشعب التركي ومصلحة حتى شعوب المنطقة. لنقل يجب أن يكون أحد بنود هذا الاتفاق هو عدم تدخل في شؤون دول المنطقة، أعتقد بأن أردوغان سيكون له يعني مستقبل غير باهر في قادم الأيام. ولكن ماذا عن حلفاء تركيا التقليديين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ هل سيساعدون تركيا من وجهة نظرك في حالتها الاقتصادية أم يتركوها يعني لسياسات أردوغان؟ لا أعتقد، ليس هناك تدخل واضح من قبل هذه الدول، بل هناك اتهامات. يعني قبل عدة أيام كما سمعتم أوقفت تركيا أو أوقف الأخطبوط الاقتصادي المتحكم بالاقتصاد التركي 3 بنوك عالمية داخل تركيا، متهمة أيها بأنها تشتري العملات أو تسحب العملات الصعبة من السوق التركية. لهذا يعني أعتقد بأن ذلك دليل على عدم وجود الثقة بين المؤسسات الاقتصادية الأوروبية والتركية وكذلك حتى الأمريكية منها، بغض النظر عن المواقف السياسية للولايات المتحدة، لكن المؤسسات الاقتصادية الأمريكية وخاصة البنكية منها ليست لها ثقة بالاقتصاد التركي في هذه الفترة، وليست لها ثقة أن تساعد هذا الاقتصاد على النمو، لأنها لا تثق أصلا بمخططات الاقتصادية أو بالبرامج الاقتصادية التي تضعها المجموعة التي تتحكم بالاقتصاد التركي. هناك خسائر كبيرة في الاقتصاد التركي في هذه المرحلة، أكثر فترة فيها نسبة البطالة منذ أكثر من 25 سنة بتركيا هي في هذه الأيام. الليرة التركية تهاوت إلى أكثر من 7.30-35، ويبدو اليوم هناك نزول أكثر. لذلك لا تستطيع الاتحاد الأوروبي، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي ولا أمريكا أن تساعد هذا الاقتصاد المنهار إذا لم يتم بناء مخططات جديدة وإعادة الثقة لهذا الاقتصاد من قبل الحكومة الحالية أو
أن تنتهي هذه الحكومة وتأتي حكومة أخرى تكسب ثقة المستثمرين وكذلك رجال الأعمال وكذلك البنوك العالمية وكذلك حتى المؤسسات الاقتصادية العالمية. ولهذا يعني يحاول أردوغان الدفع بمرتزقة من سوريا إلى ليبيا في محاولة الاستيلاء على النفط الليبي لتعويض خسائره الاقتصادية. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا عبر سكايب من بروكسل الأستاذ حسين عمر الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.